أسعار اللحمة زادت وأسعار الفراخ برضو زادت والناس سكتت، بس تيجي بقى عند طبق الخضار يبقى محتاجين وقفة. فيا ترى إيه اللي حصل في أسعار الفاصوليا واللوبيا وهيحصل إيه الفترة اللي جاية؟ ومين الشركات اللي أعلنت زيادة أسعارها بكل صراحة؟ والأسعار الجديدة بقت بكام؟ على دخول رمضان الناس ما بقتش عارفة تعمل ايه، لان المشكلة ما بقتش في الفراخ واللحمة وبس، ده زيادة الاسعار بقت على كل حاجة حتى اسعار الخضار، لدرجة ان اسعار الفاصوليا البيضة في السوق زادت لحوالي 120 جنيه للكيلو الواحد. حسب موقع المصري اليوم، اصحاب محلات البقالة مش لاقيينها اصلا، ولما بيسالوا عليها تجار الجمله بيكون الرد ان مفيش وناقصه في السوق. هنا بقى حازم منوفي عضو شعبه المواد الغذائيه بالاتحاد العام للغرف التجاريه قال ان زياده اسعار اللوبيا والفاصوليا زيها زي كل السلع التانيه اتاثرت بارتفاع اسعار الدولار، ومفيش اي سبب تاني غير كده. يعني حتى طبق الخضار اللي الناس كانت معتمده عليه سعره برضو عالي. كمان شركات كتير رفعت اسعاره من بدايه 2024، ومنها شركات المكرونه والرز والسكر والزيوت والاجبان والالبان. حتى شاي العروسه اشهر مشروب عند المصريين برضو زاد سعره. وعلى راي الاعلامي عمرو اديب، اسعار الجبنه بقت بتزيد كل اسبوع. الجبنه البيضاء اللي ما فيهاش اي شغل، لكن في سلع تانيه بتزيد وانت واقف جوه السوبر ماركت اصلا. من اشهر بقى الشركات اللي رفعت اسعارها دومتي، عبور لاند، عافيه، وصاني، وكمان الضحى وغيرهم كتير من الماركات. طبعا بقى لو هنتكلم على الفراخ واللحمه فالشرح يطول هنا. المفاجاه اللي كشفها ثروت الزيني رئيس اتحاد منتجي الدواجن قال ان مكونات الانتاج والاعلاف وفول الصويا والذره ارتفعت بنسبة 35% في أسبوع واحد، وده مش عشان سعرها زاد عالميا ولا حاجة، ده بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية 20% خلال 10 أيام. وضيف على كده كمان إن في 2022 و2023 وبسبب نقص الأعلاف كتير من أصحاب المزارع سابوا السوق وخرجوا بسبب الخسارة الكبيرة. دلوقتي بقى لما الناس حاولت تقف على رجليها من تاني وترجع للشغل لقوا ضربة جديدة، وبرضو بسبب أسعار الأعلاف. حسب بقى كلامه، أصحاب المزارع والمربيين عايشين في كابوس، خايفين من الفوضى اللي في السوق، خصوصا إنهم بيبيعوا منتجات حية واستحالة يكون فيها احتكار. يعني الفراخ والبيض بيتباعوا اليوم بيومه، مفيش أي مجال للتلاعب أو التخزين. ومن الفراخ للحمة الحال برضو متغيرش كتير. دلوقتي سعر اللحمة داخل على 400 جنيه وأكتر كمان في بعض المناطق التانية، وعلى حسب مستوى المنطقة اللي انت عايش فيها. هيثم عبد الباسط رئيس شعبة الجزارين باتحاد الغرف التجارية اعترف بارتفاع أسعار اللحوم بشكل كبير وبنسبة 20% خلال شهر يناير بس. حسب كلامه، سعر 400 جنيه في كيلو اللحمة مش عاجب أصحاب المحلات الصغيرة اللي دلوقتي عاوزين يقفلوا المحلات لمدة شهر عشان نشوف السوق واخدنا على فين. وقال إن سبب ارتفاع أسعار اللحوم هو زيادة أسعار الأعلاف برضو الخاصة بالمواشي والغنم، وطول ما مصر بتستورد الأعلاف دي هتبقى في مشكلة. كمان العجول الموجودة دلوقتي في السوق دخلت البلد من فترة طويلة، حتى الأعلاف اللي موجودة تم استيرادها من فترة طويلة بالسعر القديم، عشان كده الناس المفروض تسأل المستوردين والمربيين الكبار مش صغار المربيين. دلوقتي بقى قولنا انت شايف ايه افضل حل من وجهة نظرك؟ هل شايف ان الأزمة كلها برضو في الدولار بس؟